اهلا بيكم في موجز لاهم الاخبار الفنيه واخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجاله، تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. لقد اخترتموني وليتموني ولست بافضلكم. انا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. حد الشاب الصغير يا ياسين، بينك وبينه ايه؟ لا يا جميله ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بادب. سيبياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئه هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيله السنينه من عيله غلبانه ومقصوره لعيله ليها مخالب واسنان. الرجاله دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجه في المقام ده. المره الجايه لو كيفك جابك انك تتعنطر، تعنطر على شنب مش على حرمه. دي حرمه ما تزحى جدعه. ايه انت هترجع ولا ايه؟ لا انا بستغرب بس. هيا بقى فين اللي بتخل معاه؟ ايه موسم البطل ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني، هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحفه تساب الارنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينه اهو، مدينه الانتاج الاعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ احتفل طاقم عمل مسلسل عملة نادرة بطولة النجمة نيلي كريم بالانتهاء من تصوير العمل تماما بعد شهور من التصوير المستمر داخل الديكورات الرئيسية. حرصت الشركة المنتجة على إقامة احتفالية لكل طاقم العمل احتفالا بانتهاء التصوير وبالتزامن مع عرض الحلقات وتحقيق العمل لنجاح كبير وانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة اللي فاتت. الفنانة إيمان العاصي قالت إنها قدمت أدوار متنوعة كتير، خصوصاً دور الفتاة الشعبية، وده لأن شخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة ما كانتش الأولى اللي قدمتها وكانت بتحمل الطابع الشعبي، فالجمهور اتعلق بشخصية دليدة في مسلسل مملكة إبليس وشخصية منة في الحساب يجمع، وكل شخصية بتختلف عن غيرها وليها طبعاً عوامل جذب خاصة بيها. لسه مع مسلسل جعفر العمدة والفنانة هالة صدقي قالت إنها مبسوطة بردود الأفعال اللي جات لها على شخصية وصيفة اللي قدمتها في مسلسل جعفر العمدة. الفنانة هالة صدقي قالت كمان: شخصيتي في العمل بتعتبر من أفضل الشخصيات اللي قدمتها في مشواري الفني بما تحمله من تطورات كبيرة في الأحداث، بالإضافة إن ليها طابع كوميدي وتم صياغة السيناريو الخاص بيها بطريقة محكمة وأحداثه مليانة بالمفاجآت. الفنان نضال الشافعي قال إنه مشاركته في مسلسل رسالة الإمام شرف كبير، وأكد إنه سعيد بوجوده ضمن طاقم العمل المشارك في العمل العظيم ده. وكمان قال نضال إن مسلسل رسالة الإمام عودة قوية وكبيرة لدراما المسلسلات التاريخية المصرية بعد غياب أكتر من 20 سنة، وإن المسلسل بيتميز بالاهتمام بكل التفاصيل وهناك مسؤولية كبيرة لتقديم شخصية الإمام الشافعي. الفنان جمال يوسف قال إنه سعيد بردود فعل الجمهور حول تجربته الدرامية الجديدة في مسلسل حضرة العمدة واللي بيشارك فيها في موسم دراما رمضان 2023 بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم روبي وأحمد رزق. وقال جمال إن شخصية مسعود المجبراتي في مسلسل حضرة العمدة مش من وحي خيال المؤلف، هي فعلا قصة حقيقية موجودة في المجتمع ومرتبطة بقضية الهجرة الغير شرعية. تامر كروان صاحب الموسيقى التصويرية بمسلسل الإمام الشافعي كشف عن طلب مخرج مسلسل الإمام الشافعي الليث حجه خلال وضع الموسيقى التصويرية للعمل، قال لي مش عايز موسيقى تقليدية للمسلسلات الدينية، فقلت الحمد لله لأني ما بحبش الموسيقى التقليدية. كروان قال كمان إن الموسيقى التصويرية اللي تم وضعها كانت مناسبة وماشية جدا مع العمل، لأن الصورة بالمسلسل بتتسم بالحداثة ومغيرة عن غيرها من المسلسلات الدينية والتاريخية. وبكده خلصت نشرتنا الفنية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر معاكم عبد الصمد ومنى. شكرا لك يا هلا. شكرا.